مساء الخير عليكم. اليوم إن شاء الله حنتكلموا على موضوع التسامح، هو موضوع جد جد مهم، خاصة على رانا على أبواب رمضان الكريم. التسامح جد هام، ماشي غير على الجنة، ماشي غير على الجنة الناس الآخرين. كي نسامحوا الناس الطاقة السلبية، يعني هذاك البغض، هذاك الكره، هذاك الحقد اللي يكون في الجسد ديالنا يتنحام لعندنا. عندنا سببين مهمين علاش نتسامحوا مع الناس. السبب الأول، نتسامحوا الناس ونقدروا نكونوا علاقة واحدة أخرى معهم، يعني نسمح لهذاك الإنسان ونقدر نكون علاقة واحدة أخرى معه ونعطيه فرصة تانية باش نكون هذيك العلاقة، نتسامح معه، نعطي له فرصة تانية ويكون علاقة إيجابية بيني وبينه. إلا ما قدرناش نسامحوا هذاك الإنسان ولا ما قدرناش نكونوا علاقة واحدة أخرى، نسامحوه بغض النظر على هذا الشيء، يعني نسامحوه ماشي على جاله هو، نسامحوه على جالنا حنايا. لأنه كي نتسامحوا مع الإنسان نطلقوا هذيك الطاقة السلبية، نطلقوا هذاك الكره، هذيك الحسد، هذوك الحكايات اللي ما يخلصوش اللي يكونوا في العقل ديالنا. كي نكونوا متنايفين مع انسان ما نتكلموش معاه، توجور نقعدوا نفكروا واش قال لي، واش عمل لي، واش دار لي، مامي لما كناش في علاقه معاه. يعني كامل هالطاقه السلبيه حتاثر علينا، حتاثر علينا نفسيا وجسديا، نولوا نخمو، نولوا ما نرقدوش، نولوا مهووسين بهذاك الشخص، تاثر مع الاشخاص اللي معانا، نهضروا غير على هذاك الانسان، نهضروا غير على هذيك لا سيتوياسيون اللي صارت. بالك الا عندنا اطفال نولوا نخرجوا زعافنا في الاطفال هذوك، نتأثر على العلاقة الزوجية ديالنا. هنا نتسامحوا ماشي على جال هذاك الإنسان، يعني نسمحوا له باش حنا نكونوا مليح. كاين مقولة جد شهيرة وجد قوية، يعني البودا، اللي تقول الغضب سم اللي نشربوه حنايا ونتسناو الإنسان هذاك هو اللي ينضر. هذا هو يعني الغضب، كي ما نسمحوش لهذاك الإنسان، حنا اللي رانا لداخل نتأكلوا، ماشي هذاك الإنسان. يقدر هو دار هذيك الحاجة وكمل حياته بطريقه جد عاديه، لكن حنا نقعدوا نطلعوا ونهبطوا، نطلعوا ونهبطوا ونخمو واش قال لي واش دار لي، وهذيك لا سيتوياسيون، هذيك الحكايه عندها عوام اللي صارت. هنا التسامح يكون لنفسنا ماشي لهذاك الانسان فقط. نتمنى انه تسامحوا كامل الناس اللي راهم في حياتكم، كما قلنا ماشي على جالهم هما فقط، مي على جالكم نتوما تانيك، ويكون التسامح هدايا صفحة جديدة ليكم باش تبدأوا حياة إيجابية وحياة يعني مليئة بالراحة والسعادة. نشوفكم في موضوع آخر إن شاء الله.